يا إنه يوم جميل جدا، سأذهب في نزهة يا والدي. حسن. إن الماء قليل. أبي أبي، إن الماء قليل في النهر. انظر. هذا صحيح، ولكن ماذا حدث؟ ما الذي حدث يا ترى؟ يا سيد رحمون، ما الذي أنقص الماء؟ أمر غريب، لقد بدأ يتناقص منذ أيام قلائل، ما هو السبب يا ترى؟ إن هذا الأمر الغريب علامة لسوء الطالع، أليس كذلك؟ سوء الطالع؟ لا تقل مثل هذا الكلام. ولماذا نقص الماء يا رحمون؟ لا حاجة بكم للقلق، فالأمر طبيعي جدا. كيف؟ سأخبركم، لابد أن شيئا ما قد حدث للمناطق العليا من النهر ومنع الماء، كسقوط حجر أو انهيار جبل أو أشياء كثيرة مثل هذه. واحد منا يجب أن يذهب إلى أعلى النهر من أجل معرفة الحقيقة. أنا أذهب يا دكتور نعمان. أحقا ترغب يا سنان؟ لا ينبغي أن تذهب وحدك، سأذهب معك. ولكني سأذهب وحدي يا والدي، لهذه رحلة خطيرة ونحن نخاف عليك. لا تخافي علي يا لالا، سأذهب وأتحرى الأمر وأعود. سنان يحاول ثانية أن يثبت بأنه البطل، ما رأيك يا زعبور؟ هل تتفق معي في الرأي؟ انظر ماذا سأفعل. أنت تضحك يا زعبور، فهل عندك فكرة عما ستفعل؟ نعم بالتأكيد. كن حذرا يا سنان. أجل. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. اسمع، سنتبعه ونسعده إذا حلفنا الحظ بذلك، وسيعرف بأن من الصعب أن يكون المرء بطلا وينفرد بالبطولة. هيا لنذهب بسرعة. هيا هيا. من الذي قطع الأشجار؟ من يكون هذا؟ كنت أعتقد بأن المكان مهجور. بعمله. يا سيد، ما الذي تفعله؟ لن تفهم ما اعمل. ولكن ماذا؟ لا تكلمني، فانا مشغول الان. بالنسبة لك لا بأس، ولكن نحن في نهاية النهر في ازمة مائية. اوبا، رجاء حطم السد فسينقطع الماء عن قريتنا. قلت لك هذا ليس من شأني، والآن اغرب من أمامي. هيا قلت لك سنكون بدون ماء شرب. ألا تريد أن تحطم السد؟ أنا سأحطم. لا تفعل. لا تكن قاسيا معه، إنه صغير. دعيه واهتمي بعملك فقط. كلا، لن أتركه. إنه غبي، فكيف يطلب من هذا المجنون تحطيم السد؟ كان
ينبغي عليه تعطي مستد سرا. هذا صحيح، ولكن ما الذي يجعل هذا الرجل يطمر النهر؟ لا أدري لماذا. لنرى ما سيحدث لسنان. لا نستطيع أن نراقب من هنا، لنذهب إلى تلك الغرفة. أعجب، لو أنه بخير. إنه بخير ولم يعد شاحبا كما كان. ماما، لقد استعاد وضعه. هذا مفرح. هل أنت بخير؟ أما زلت تتألم من رأسك؟ إني آسفة لما فعله والدي معك. إنه والدك؟ لا داعي لاعتذارك لي، صحيح إنه كان فظا معي، فربما يكون والدك منزعجا مني. اسمي سنان، وأنا اسمي بديعة. كم أحسد سنان على هذا. اخرس دعه وشأنه، اذهب وانتبه للدب الأبيض. نعم. إذن فأنتم جئتم هنا مؤخرا. أجل، هل كنتم تعيشون في المدينة؟ نحن نتنقل من مكان إلى آخر، فوالدي يبحث عن الذهب. الذهب؟ نعم، ولكنه لم يجده في أي مكان، لذا نحن فقراء. أحقا هذا؟ والدي يقول بأن هذا المكان هو الأمل الأخير للحصول على الذهب. أنا لا أهتم بالذهب على الأطلاق. والد بديع سيكف عن البحث هذه المرة، عندئذ نستقر في هذا المكان ونزرع الحنطة، فإنني أحببت هذا المكان. وأنت ما رأيك بهذا؟ وأنا أمر ذلك. البحث عن الذهب؟ اخرس أيها الغبي. الذهب يا زعبور، هذا الدب الأبيض يبحث عن الذهب، سيجد الذهب هنا. ماذا؟ هل أنت واثق؟ نعم أنا متأكد. رائع جدا يا شرشور، نحن محظوظون كثيرا بمجيئنا إلى هنا. وجدته أخيرا. لقد وجدته أخيرا. انظروا، لقد وجدته أخيرا، انظروا. كم هو جميل. تهنينا يا عزيزي. شكرا. كنت أعرف بأن الذهب موجود هنا، كنت مصيبا. والدي، هذا هو سنان. أنا آسف لما حصل لك، لقد كنت سيء المزاج. أنا متأسف من سوء تصرفي أيضا. لا حاجة بك للاعتذار. عزيزتي، ستتحسن حالتنا من الآن. أجل عزيزي. حسن، سأستيقظ غدا مبكرا لأبحث عن المزيد. سنان، تناول عشاءك معنا. ولكن يا والدي، ليس هناك ما نأكله. ابقى للعشاء معنا يا صديقنا سنان. كلا، فيجب علي أن أغادر حالا، فلا بد أن يكون والدي قلقا علي الآن. هل تعمل معروفا؟ ما هو؟ كل شيء ممكن. هلا حطمت السد وتركت الماء يعود للنهر لكي يصل قريتنا ونشرب منه؟ أرجوك رجاء يا أبي، فإنه صديقي وأنا لا أريد أن أخسره. سارة، أنت ربحت يا سنان، فالماء سيجري غدا صباحا ولن أكون فظا معك. شكرا جزيلا، فالقرويون سيكونون سعداء، سأذهب وأخبرهم بذلك. مع السلامة، سأعود لزيارتكم. الثانية يا سنان إن شاء الله. لن تسير الأمور معك جيدا يا سنان. تسير الرياح بما لا تشتهي السفن. صحيح، هذا صحيح. لقد وعدني بأن الماء سيجري ثانية غدا صباحا. الحمد لله على هذا،
ولكن كيف جرحك الآن يا سنان؟ بخير يا أبي، ولكني قلق بشأن حالتهم المعيشية. ماذا بها حالتهم المعيشية؟ إنهم فقراء جدا وليس لديهم ما يأكلونه. ولكنهم عثروا على الذهب، أليس كذلك؟ قريبا سيكون بمقدورهم شراء أي شيء. لقد تأخر الوقت، اذهب للفراشية. حاضر، تصبح على خير. تصبح على خير يا سنان. يا والدي، ليس لدينا ما نأكله. ليس لديهم ما يأكلونه، والأم قالت بأنها خجلة من تصرف زوجها. حسنا، سأذهب غدا صباحا وأرى كيف يعيشون. أبي، سأذهب خارج البيت برهة. حسن، نذهب. السيد بسمان وفى بوعده. لا خير في الإنسان إن لم يكن إنسان يعاون الجميع ويصلح البنيان. كيف سنسرق منجم الذهب يا زعبور؟ ها؟ سنفكر بالموضوع أثناء بحثي عن الذهب، ولن يستطيع الهرب منا. بالتأكيد يا زعبور، ولكن أين يخبئ الذهب؟ هاي بديعة، مرحبا. أهلا سنان، ماذا تحمل؟ أمي، أمي. أهلا سنان. مرحبا يا سيدتي. لقد جمعت الكثير من الجوز والفاكهة. نعم، ولكن أرجو قبوله، إنه مجرد هدية متواضعة. شكرا لك يا سنان. شكرا جزيلا يا سنان على هديتك. سنان، انظر هذا. مرحبا يا سيد بسمان. انظر هذا، لقد جمعت الكثير من الذهب. تهانينا الحارة يا سيد بسمان. يا بديعة، سوف نستقر هنا. أنا سعيدة جدا يا والدي. لا يعرفون ما الذي سيجري لهم. شيء مؤسف، بدأ المطر يتساقط، كنت أرغب بأن أعمل أكثر. لقد عملت كثيرا في الأونة الأخيرة ويجب أن ترتاح قليلا. ولكن يا عزيزتي، لم يكن العمل ممتعا مثل ما هو الآن. لن يكون ملذا لو كرست له كل حياته. حسن، أنت تهزئين بي إذن. سأذهب غدا إلى المدينة وأبيع بعض الذهب. ماذا تحتاجين يا بديعة؟ يا أبي. طبعا صحيح، يعيش بابا.
يجب كسر السد والدخول إلى الغرفة ثم نسرق الذهب، هل فهمتم؟ أمرك يا زعبور. هيا بنا أسرع فالمطر شديد. هيا أسرع هيا. الغرفة يجب أن تكسر. يا غبي فكر أولا كيف تسرق الذهب. انتظر لحظة، عندي فكرة. نتظاهر بمساعدته ونخبرهم ليهرب في الحال أن يسرقون الذهب، هل فهمتما؟ نعم، ولن أخيب ظنك يا زعبو، أنا ذاهب. أمر مرعب، لقد تخطم السد وسوف تغرق الغرفة، أسرعوا أسرعوا. اهربوا بسرعة، هيا هيا. ماذا سنفعل؟ اذهبوا بسرعة وسأحمل الذهب. الماء يسير بقوة، هيا اهرب معنا هيا. لا تقلقي، يجب أن أحمل الذهب، اهربوا بدوني. بابا حياتك أهم من الذهب، نحن نريدك أنت، نحن لا نريد الذهب. أنت غبية جدا. أرجو هيا لنهرب جميعا ولا سوف نموت هنا. هيا. حسن، سنترك هذا المكان جميعنا. ستعرض نفسك للموت لو ذهبت لأخذ الذهب. إذا أردت أن تذهب فدعني وحدي، أنا أريد الذهب. أرجو أنت يا زعبور، دعنا نهرب. كم نحن تعساء الحظ. هذا صحيح. هذه الفظاعة بديعة، هل أمك وأبوك بخير؟ لم نستطع أخذ الذهب بعد الحادث، ولكن والدي قال لا بأس، وقال أيضا إنه سيترك الأفكار الطائشة للثراء بسرعة. ولكن لماذا تريدون الذهاب من هنا؟ يمكنكم البقاء هنا. لقد قلت ذلك لوالدي، لكنه قال لا أستطيع البقاء في هذه الغابة، لذا يجب أن أذهب معه رغم حبي لكم. بديعة بديعة، مع السلامة يا سينان. وداعا. إلى اللقاء يا سينان. مع السلامة، زورونا ثانية يا بديعة.